احنا بالنسبة لنا كان هاي بلشنا ان شاء الله اليوم الزفتة وبتنتهي اليوم، يعني بلشنا اليوم تنتهي اليوم، كانت هي عمليا قبل شهر او 40 يوم، الا انه اليهود طبعا اجوا صادروا حجزوا المعدات وحطوهم في المخزون وتم الاتصال طبعا، رغم انه في تنسيق مسبق مع الارتباط، الا انه بتعرف اليهود يعني بدهم تنسيق لحظي وزمني. وبعد طبعا قام الارتباط بجهد مشكور والمحافظة وتم الحصول على تنسيق، وان شاء الله اليوم بتنتهي الزفتة.